اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم من خلال الاهلي ليله. وفي بدايه هذا الحوار نرحب بضيفنا الناقد الرياضي البارز ورئيس القسم الرياضي في صحيفه الاهرام الاستاذ محمود صبري. مساء الخير يا استاذ محمود ومبروك. متخيلك وحضرتك بتشوف الماتش كده الاعصاب كان شكلها يعني الحمد لله ان النادي الاهلي يعني وفى. لكن في البدايه عاوز اقول انه طمن جمهور الاهلي على كابتن عماد متعب، يعني ان شاء الله باذن الله تعالى يعني يمكن ساعته يبقى في طريقه للبيت، وممكن في اتصال تم مع الدكتور علاء الجوين اللي هو المدير التنفيذي للمستشفيات اللي هو موجود فيها وطمنا، وكمان في اهتمام من الدكتور حازم زعزوق وهو اصلا سعودي وبرضه بيتابع حاله الكابتن، وان شاء الله يعني حاجه بسيطه يمكن ارهاق وجهاد و نتيجتها ان شاء الله يعني تعدي بخير والف سلامه عليه. وانا بضم صوتي لصوت حضرتك وبطمن جماهيرنا ان احنا فريق العمل وزملائنا وكل طبعا المهتمين والمحبين لنجمنا الكابتن عماد متعب نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا، وطبعا اللي له مكانته الكبيره عند جمهور النادي الاهلي اطمئن عليه او على حالته الصحيه العديد من زملائنا من فريق الاعداد وفريق التحرير وزملائنا الصحفيين ونقاد الرياضيين، والكل بيطمن حضراتكم جماهيرنا في كل مكان ان شاء الله تكون وعكه صحيه بسيطه ولا تؤثر عليه، وان شاء الله يكون في طريقه زي ما قال ناقدنا الرياضي الكبير استاذ محمود صبري في طريقه الى منزله قريبا، وانه تمر الازمه ان شاء الله على خير وينعم عليه ربنا سبحانه وتعالى بالشفاء التام. والف سلامه عليك يا كابتن عماد، تاكيد مكانتك طبعا لا تحتاج الى حديث منا عند كل جماهير النادي الاهلي وجماهير الكره المصريه او الرياضه المصريه بشكل عام. الف سلامه عليك النجم عماد متعب. استاذ محمود صبري خلينا نتكلم عن الماتش، نتكلم عن الماتشين زي ما تحب، عايز تبدا بالحديث او العوده ايام قليله للمباراه الاولى الاسبوع اللي فات في استاد القاهره، ولا عايز تبدا من مباراه ملعب لوكاس موريبي؟ ما هو اللي حصل في استاد القاهره هو كان مقدمات للي حصل في ماتش جنوب افريقيا. جنوب افريقيا برضه فوز بالنتيجه 2-0 كان يعني اديتك نوع من الاطمئنان، قلت لك انه الوضع مختلف عن اللي حصل في الموسم الماضي، عندك فرقه واقفه على رجليها يعني بتعمل حاجه في الملعب، في شغل بيتم في الملعب، يعني في فرق ملموس، في لعيبه جديده وجهاز فني جديد، في حاجه في شغل اللي هو الاهلي بيحتاجه، يبقى عندك مدرب بيعرف يتعامل مع المباريات الكبيره بصفتك كبير، تحتاج الى من يدعمك في وقت من الاوقات، بتمر بمراحل اي فرقه كبيره في العالم بتمر بمراحل، يعني لو جينا هنتكلم على انديه كبيره جدا هتيجي تقف في فترات بتوصل في القمه وبعدين يحصل لها حاله هبوط، ده امر طبيعي جدا، هي دي سنه الحياه. لكن الهدف المبكر في الدقيقه 21 من كره علي معلول لعب دور كبير جدا، خلي بالك كان حاله بمثابه دفعه معنويه للاهلي ونالت كثيرا من حماس فريق سان داونز. فريق سان داونز حتى لو سان داونز يعني نجح ياخد التعادل بعد ست دقائق او اربع دقائق او خمس دقائق، بس صعبنا عليه المهمه جدا. بس لكن انت صعبت عليه المهمه، يعني بقت المساله مطالب بيسجل ثلاث اهداف. ثلاث اهداف غير هدف التعادل. غير لا طبعا ثلاث اهداف غير الهدف اللي جه، يعني محتاج المساله. فكل ده اداك انت ايه؟ خلاك واقف على رجليك. وربنا سبحانه وتعالى اداك اللقطه اللي في الدقيقه الاخيره مش هناك ممكن تخلص المباراه نهائيا. لكن برضه يعني اداها لك وانت يعني التوفيق وعدم التوفيق هنا برضه، يعني انفراد 2-1 كان ممكن السوليه يسددها، ولكن هو شايف انه ايه بادجي افضل منه، بادجي يعني خانته الكوره، يعني مش خانته الكوره، خانته تفكيره، يعني ما فكرش فكر على كورتين، ما فكرش في كوره واحده، فكر في كوره واحده كان يعني كان ممكن يشوطها، وكان ممكن يشوطها وتتصد، وكان ممكن تيجي في القائم، وكان ممكن يشوطها تطلع بره. يعني لسه الجمهور في حاله فضول عن اداء بادجي لغايه دلوقتي، لسه ما قدمش نفسه للجمهور، ولسه الجمهور مستني منه كتير يا استاذ محمود، يعني طبعا. لسه لغايه دلوقتي ما انسجمش بقوته الكامله لسه مع الفريق. هو طبعا لما انا اجيب لعيب محترف عشان اتكلم عن الاحتراف حته ان انا استناه عشان ينسجم، ما خلاص ينسجم، انت خلاص انت مدفوع فيك اللي يؤكد انك انت جاهز. وحضرتك قلت ده الاسبوع اللي فات، انا جايب نجوم جاهزين عشان مش هنفع، مش هستنى، مش هستنى ان انا اقعد اجربك، يعني المفروض ايه؟ مش عاوزين نقارنه بفلافيو، نقول فلافيو جه وقعد سنه والكوره، يعني في فرق الوقت دلوقتي مش وقت فلافيو، فلافيو كان حاجه ثانيه، عندك زي ما بقول لك براح، دلوقتي انا جايبك عندي هدف، عاوزك تشيل، يعني تشيل معايا لسه، لان ما اقدرش، مش عاوز اقول مساله محكومش عليه، هو اول مره ياخد مباراه كامله، اول مره ياخد مباراه كامله، لكن محتاج شغل، هو محتاج شغل من نفسه، وانه يعرف انه بيلعب في الاهلي مش بيلعب، يمكن بدا الجمهور يتكلم عنه بشكل ايجابي ويبقى شايف انه يعني هيقدم عاوز للنادي الاهلي مع الكره اللي قدر يحتك بيها بمدافعين وياخد منها ضربه جزاء في المباراه اللي قبلها. زي مين؟ زي ما الجمهور يا جماعه
يعني زي ما بندي دفع البادج ده ندي دفعه ها لمروان محسن. يعني ده ابننا برضو يعني يستحق ان هو برضو ياخد دعم. يعني اي لعيب بيجي انت كانسان طبيعي بتيجي في فترات حتى في شغلك ممكن بتوصل لقمه في الاداء في العمل واحيانا يعني مساله تتراجع عنك نتيجه ارهاق واجهاد وامور ثانيه ومشاكل اسريه. يعني كل واحد مثلا لما يقعد يمسك ورقه وقلم او يقعد يفكر يشوف القياسات المختلفه ويشوف الظروف والمعطيات والكلام ده. فبرضه مروان ممكن سبحان الله ممكن هو اللي خلص البطوله ما تعرفش ممكن يجي في لحظه. طب هو انا عندي بس فضول اعرف النقطه دي ليه حضرتك قلت محتاجين نادي دفع لمروان محسن رغم انه بيعتمد عليه وكان موجود في الملعب في المباراه الاولى. يعني بدا المباراه الاولى مع صن داونز. انا بتكلم على ايه يا عبد؟ بتكلم على السوشيال ميديا بالذات في توجه يعني مش حابه. يعني ايه يعني هنتكلم على حسين الشحات ومستواه لانه برضو ناس بدات تتكلم على حسين الشحات وفعلا في حاجه ملفته للنظر للتراجع والفرص اللي بتضيع والاصرار. يعني برضو ده كلام يعني لابد يكون في ايه في اسباب اللي ادت الى كده وانه اكيد المدرب الفني باخد باله واكيد انت شوف تصرف ورده فعل فايلر في كره السوليه وليو بدجي في فخش ده شوف عامل ايه. يعني انت ممكن تضيع مجهود فرقه يعني ممكن تضيع مجهود فرقه والعكس صحيح خلص المباراه خلص المباراه نهائيا يعني خلص المباراه. فاللي عاوز اقول لك انه ايه تاهل بالدرجه الاولى تاهل من وجهه نظري انا تأول معنوي بدرجة الأولى استرداد ثقتك بنفسك وإنك أنت كنت قريب قوي إنك أنت ممكن ترجع بنتيجة 2-3-1 لصالحك. لكن هي دي الكورة بتديك وبتسحب منك وبتديك وبتعلم عليك وبتقول لك خلي بالك أهو بديك الفرصة وأنت ما بتخلصش بتلوم نفسك. فاللي أنا عايز أقوله خلاص بعد كده ده دخلت في مرحلة تانية تصنيف تاني بقى التصنيف في السيمي فاينل بقى ما فيهوش بقى إيه. طب أنا عندي سؤال سؤال قبل ما نتكلم عن اي ملاحظات قد تراها سلبيه رغم ان في النهايه حققنا اللي احنا عايزينه من المباراه وكان واضح جدا السعاده على وجوه الجهاز الفني وان فايلر راضي هو بيسلم على جهازه في نهايه المباراه انه قدر يحقق المهمه المطلوبه منه امام صن داونز في المباراتين. حضرتك قلت في اكتر من حلقه سابقه في حوارات لينا انه النادي الاهلي لابد ان حتى يفوز بالبطوله انه ان شاء الله لابد ان يلعب المباريات كما اعتدنا من الاهلي في الفترات اللي كان بيفوز بيها فيها بالالقاب انه يلعب كويس بره ملعبه. هل نقدر نقول ان دي كانت خطوه للامام او افضل مباراه في مشوارنا الافريقي حتى الان هذا الموسم لعبناها خارج ملعبنا؟ طبعا يعني في تقدم في المؤشر بيتحسن في مباراتنا بره. وتكمله لكلامك وتاكيدا لي وبقولها لحضرتك واحنا قاعدين اهو مباراة 3-5 اللي في الدار في الوداد في الدار البيضاء هي دي مباراة التأهل مش مباراة العودة في القاهرة. لا إذا لما انتهتش المباراة في الوداد بنتيجة لصالحك هتعاني في القاهرة. وعاوز أقول إحنا معانا مباراة مهمة جدا مع الوداد وما ننساش اللي حصل في 2017 ده نجيب 2017 ها والماتش النهائي والناس تتفرج عليه لعيبة وشوف اداء شوف اداء بكري جسامة كان في الماتش ده ايه واداءه امبارح كان ايه. شوف الفرق شوف تحزيمه المباراه وضربه جزاء لعماد متعب ما اتحسبتش وشوف الماتش امبارح كان عامل ايه نتيجه الضغط ونتيجه التنبيهات ونتيجه العينين بقت مفتحه وخلاص. شفت ازاي اداء بكري جسامة لا امبارح لا لا واضح مختلف مش ده بكري جسامة بامانه شديد مش ده ده ممكن يكون حد تاني بس لابس اسم. قصدك انه ادى المباراه بشكل جيد؟ لا ادى المباراه ادى المباراه لا ادى المباراه ادى المباراه بشكل جيد. هو انت بتطلب ايه من المباراه؟ عاوز حق من مش حقك؟ عاوزين تحكيم عادل بس عاوزين تحكيم عادل وعاوزين تحكيم يبقى يدي الامان للفرقتين في الملعب وان انا بكون لي حق اخده وما يتحملش على فريقنا. ما كانش فيه لقطات او يعني في المباراه تثير الجدل. يعني ما كانش فيه لقطات وحاجات تثير الجدل او يبقى تقف عليها او تتكلم عنها. هو بيرجعوا ناس كتير بعد المباراه واداء بكاري جسامة اللي حضرتك اشدت بيه دلوقتي بيرجعوا ده لسببين. اولا لفت نظر النادي الاهلي وتحذيراته من اكتر من موقف واكتر من مباراه تحامل فيها في قراراته واثر على فرص الاهلي ونتائجه في اكتر من لقاء سابق. والامر الثاني انه الناس بتقول انه خلاص في مراجعه لمستوى الحكام وانه بيختاروا منهم النخبه ومشروع ال 20 حكم في الاتحاد الافريقي. على ده الكلام انه اداء التحكيم في دور الثمانية كان مفاجأة. التحكيم الأفريقي أحسن من اللي فات كله. طبعا لا يعني لما تيجي حكم مباراة الذهاب وحكم مباراة العودة في الأهلي. في مباراة الزمالك حكمين عرب مغربي
وجزائري من اكفاء الحكام بامانه شديده، واي حد تاني كان ممكن تبقى في مشكله. الوحيد اللي ممكن استخدم قوته في التحكيم اللي هو مازيمبي، غير الحاكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز وجاب ايه تسيما باما ملاك ده اللي هو يعني مش عاوز اقول الملاكي يعني، لكن جابه. ولكن سبحان الله ضربه جزاء صدت من انس الزنيتي حارس مرمى الرجاء، وده هنتكلم عليه، وهدف صحيح ملغي للرجاء في المباراه، ولكن طلع تاهل الرجاء، استحق التاهل انه انهى مباراته في الذهاب 2-0. حتى الحكم السنغالي نضاي في ماتش الوداد، رغم انه انهى المباراه قبل نهايتها بدقيقتين، الوقت المحتسب بدل المحتسب بدل الضايع يعني احتسب 3 دقائق من الخمسه او 3 من هم 6 وانهى في الدقيقه 4، وما تعرفش هل هو اللي بره شافه 4 ولا شاف 6 ما نعرفش. لكن عاوز اقول لك ايه، انه ده من صالح اللعبه في افريقيا ومن صالح سمعه الاتحاد الافريقي، الاداء يكون عندك اداء التحكيم. انت المفروض محايد، لا تلعب لمصلحه نادي على الاخر، انت من مصلحتك ان بطولاتك تحظى بالاهتمام ويبقى عندك انديه كبيره لما تروح كاس العالم للانديه تبقى تصل للمباراه النهائيه تاخد البطوله، لانه ده بيزود عائداتك. ليس من مصلحه التلاعب والسماح لبعض من يمتلكون الامال في التلاعب في المباريات والحكام، الكلام ده المفروض يبقى مرفوض خلاص. الكره الافريقيه المفروض انها تخطي مرحله في ظل انها بطوله اصبحت بطوله قويه جدا، فيها اقوى 8 انديه في افريقيا، وكان قبلها فيها اقوى 16 وكان اقوى 32 وبعد كده تم 64. يعني عاوز اقول لك ايه، انت من الواجب ان تطور وتبحث عن الجيد. انت ممكن تفاجئ الناس، مش عاوز اقول لك تشكك في التحكيم الافغاني، ضد انك انا اقول لك انك هات حكام اجانب مباراه، لا انا ادي الثقه للتحكيم المصري. يعني انا حزين لحاجه، ازاي التحكيم المصري يغيب عن الدور 8؟ يعني ازاي؟ سؤال الكابتن جمال غندور، يعني التحكيم المصري، يعني اذا كان حكمين من المغرب والجزائر، من المغرب والجزائر حكموا للنادي الزمالك، طب ما كانش مصري يحكم مباراه الوداد والنجم الساحلي؟ واحنا عندنا يعني اللي بيتكلم دايما عليهم، يعني موقف جهاد جريش الغامض والازمه اللي موجوده. طبعا كنت بقول ان الكابتن محمود بن عمل حادث بس طلع يعني الحمد لله كويس، حكم ادار مباراه من اروع مباريات ما بين الوداد والرجاء في البطوله العربيه، في اعتقد امين عمر. يعني ازاي احنا نغيب عن المشهد؟ ما هو ده برضو يحطك في التساؤل لمصلحه مين التحكيم المصري بيتراجع ويختفي على الساحه؟ ما انت لما تيجي تتكلم تقول لي ايه؟ طب هات لي، لو جينا قعدنا مسكنا ورقه وقلم وقلنا اخر حكم مصري حكم مباراه نهائيه في دوري الابطال، تفتكر؟ انا ما افتكرش في الكونفدراليه اقصانا. علامه على ايه؟ علامه على انه التحكيم بتاعنا في تحامل على حكامنا ولا اداء متراجع؟ ازاي اللي علم، ازاي اللي علم الكوره لافريقيا وللدول العربيه بمستوى كده؟ ليه؟ لانه ما نال التحكيم المصري في السنوات الاخيره ليس كان لم يكن في صالح سمعه الحكم المصري ولا الكره المصريه. ما نال التحكيم المصري من اساءات، من اساءات، لا من اساءات ومن تطاول ومن مستوى ومن اخطاء يعني كمان لك إيه؟ من مستوى ومن يعني انت عاوز اقول لك الحاجه، ده في حاجه غريبه جدا تستحق نحن المفروض نتناولها. انت تعرف انه في بيقول لك حوالي من 30 ل 40 حكم ابناء حكام، توريث التحكيم المرحلة الجاية 30، بقول لو حد يعني ما لسه بس ما جبتش الأسماء 60 حكم أبناء لحكام أصلا سابقين وحاليين. ده مش مختلف، أنا مش مختلف معاك، بس أين معيار الكفاءة؟ اللي يحدد الكلام ده هي معيار الكفاءة والأداء والشخصية والكلام. ماشي يا عم هتورث، هنرجع تاني للمنطق ده، بس المنطق ده يقوم على إن اللي أنت جايبه حد يستحق. فاللي انا عايز اقوله لك ايه؟ انه التحكيم بتاعنا المفروض برضه احنا عندنا لازم حكام نفسهم يغيروا، لازم يخرجوا من دايره السيطره انه حد يفرض عليهم اهلي وزمالك، لازم تخرج من الدايره دي، تخرج من ان تدافع عن شخصيتك، يبقى لك موقف، يبقى انت تبص وطموحك انك تصل للعالميه. يا جماعه بصوا شوف الناس الحكام الثانيه، يعني ليه يعني ليه بكاري جسام يبقى في المشهد دايما؟ ليه ما عندناش احنا حكم يبقى في المشهد، يبقى حكم يحكم الاهلي والزمالك والناس تعمل له حساب؟ ليه يعني ليه ما بيكونش ما بيبقاش ده فكره في اتحاد الكوره وفي لجنه الحكام ان انا ادور على الحكم يدير؟ انا يعني عندي مشروع للنهوض بالحكام المصري. يعني المفروض يبقى عندك الجزئيه دي وانت تدور عليها وتغذيها، ويبقى تنتقل من المرحله دي مرحله الشك دي مرحله التقييم، انك عندك القدرات، انك عندك تحكيم يدير اي مباراه في اصعب. طيب انا هرجع للنقطه دي، ده كلام مهم هنرجع له بعد شويه في حديثنا يا استاذ محمود، لكن عايزين نبقى قليلا مع مباراتي الاهلي وصن داونز، لانه عندنا تصريحات كتيره جدا الجهاز الفني عايز حضرتك تعقب عليه. اولا بشكل مباشر جدا، حضرتك شايف او رايك ايه في اسلوب اداره الجهاز الفني بقياده فايلر، او اسلوب اداره فايلر
خططيا والتاكتكس اللي خاض بيها اللقاء الثاني في جنوب افريقيا؟ اولا هو عمل مفاجاه يعني محدش فكر فيها، يعني ان هو لعب بكل الافارقه، يعني لعب بكل المحترفين اللي عنده، جيرالدو، باتجي، اليو باتجي، واليو ديانج، ومعلول، واجاي، الخمس لاعبين المحترفين. خلاص ليه هو يعني اكيد فكر في ان دول عندهم القدرات ده، يعني ايه بدنيا ان هو التعامل مع درك، يعني مش عاوز اقول درك تحدات حركه 27، مش عاوزين نعمل لحاجه، عاوزين نطلع من الدايره دي برضه. خلي بالك يا استاذ محمد، تعبنا من المبررات، يعني البطل ما بيدورش على المبررات، البطل بيلعب في اي وقت. لكن عاوز اقول هو ربما اراد استخدام يعني الاداء البدني القوي والقدره على التحمل واللعب والمصابره في الملعب من خلال اختياره للعناصر اللي هو دفع بيها بالمباراه. هو لعب وكان ذكي جدا، عارف انه لو فتح الملعب مش هيقدر يجاري سرعه وخفه فريق سان داونز، ولذلك احنا قلت لك احنا لو ركزنا في اول 10 دقائق كان ممكن نتخطف جولين في اول 10 دقائق. هنقف عند اداء الشناوي ولازم هنتكلم فيها، لان احنا عندنا قضيه اساسيه هنطرحها زي ما قلت لحضرتك، مين بطل التاهل في المشهد اللي احنا شايفينه ده. فهو بدا بالبدايه دي، واكيد في دماغه كان بيعتمد على انه عاوز يخطف هدف. الجهد واللي انت عملته ربنا كفك بالهدف، ربنا كفك بالهدف، والهدف ده عمل معاك فارق كبير جدا معنويا، لان انت برضو مع كامل احترام انت برضو نازل وخايف وقلقان من او تعرف السر اللي حصل. السر اللي حصل ده مع الاهلي سر غريب جدا، ما كانش حد توقعه وما حدش رتبه. لكن كمان ضيف ليهم معايشه الاجواء والسفر قبل المباراه بوقت كافي، كل ده والتركيز في المباراه، دي العناصر اللي اتكلمنا عنها الاسبوع الماضي، ده كل ده تولي الكابتن خطيب رئاسه البعثه. لا طبعا كل ده لعب، كل ده لعب، كل ده لعب دور، وكان حليف ده كله هو توفيق المولى عز وجل. بص، توفيق المولى عز وجل هو اهم حاجه في كل الحدوته دي، انك انت اجتهدت فكافئك، استعدينا او تعلمنا من دروس الماضي ان احنا ما نسافرش في وقت قليل او مضغوط، وبذلت مجهود فاستحقيت انك انت فرقه صعبه. فرقه صعبه، كل الفرق اللي تأهلت لدور الثمانيه فرقه، فرقه قويه، ما تقدرش يا جماعه اللي بيوصل دور الثمانيه فرقه قويه، اللي بيوصل للسوبر فاينل فرقه قويه، يعني مش عاوزين يعني عاوزين نطلع من دايره المقارنات، اصل الفرقه دي صعب، اصل في دور الثمانيه فلان اسهل، يا جماعه الكوره ما عادش فيها الكلام ده. ده هي هل حضرتك شايف انه الفرق اللي وصلت بشكل عام للسيمي فاينل هي اللي قدمت افضل مستويات حتى الان في البطوله؟ هو افضل تمثيل للدور قبل النهائي، افضل ثمانيه يعني، ما دي لا كمان للسيمي فاينل، كمان في السيمي فاينل افضل، هم الاربعه اللي قدموا اداء افضل اداء في البطوله، افضل اداء استحقوا عليه. ده كمان انت عندك ظواهر غريبه جدا في المشهد برضه، عشان انت ايه تستحق تقف، يعني مثلا كارتيرون محظوظ، يعني هيقابل الفرقه اللي هو دربها. خلاص، كمان الوداد عندك كالوس جاريدو هيقابل الفرقه اللي كان دربها، يعني انت عاوز اقول لك ايه، مفارقات في مفارقات تستحق انك انت ايه تقول، لكن ايه مفارقات يعني ايه؟ كنت بقول لك انا اللي بنيت فرقه الرجاء فانا حافظهم وعارف كل وجاريدو عنده مفارقات اكتر، صعد على حساب النجم الساحلي اللي كان مدربه او كان المدير الفني ومدير الفني النجم الساحلي، وتحول فجاه تم استبعاده كذا كذا. وايضا كارتيرو لما مشي من الرجاء برضه مشي في ظروف غريبه جدا، تم انعقاده بعد ازمه كوليبالي وتعاقده معاه، وليه تعاقده معاه وحدوته كان فيها كلام اتقال، لكن هتبقى مواجهه صعبه جدا. فاللي انا عايز اقول لك انه فاينر يعني استطاع ان يدير المباراه واخذ منها ما يريد، وهو الوصول للسيمي فاينل. طيب، في اشكاليه، الجمهور مبسوط جدا، صعدنا للسيمي فاينل، تفوقنا، سبقنا بالتهديف في جنوب افريقيا، احرزنا 3 اهداف في المباراتين واستقبل المرمانة هدف واحد، كان لينا الغلبه، وزي ما حضرتك قلت يعني اضعنا فوز شبه مؤكد في اخر ثلث ساعه من المباراه بعدد من الاهداف. الجمهور سعيد جدا بده، لكن في ناس قلقانه من فكره سياسة التدوير، رغم انه بيتكلم عنها فايلر وجهازه المعاون ديفيد سيزا، له تصريحات كتيرة قمنا باستعراضها النهاردة، انها اهم اسلحة فريق الاهلي، وانه قادر على تدوير اللاعبين، وان التجربة دي فايلر خاض بيها وحقق نجاحات بيها سابقا مع اندرلخت، وانه بيقول ان عناصر الاهلي الموجودة حاليا تسمح له بده، انها مميزة فنيا كلها قريبة من المستوى، وان ده بيساعده على انه ما يبقاش عنده لاعب مرهق طول الوقت ومستهلك، وانه يقدر يعمل تباديل كثيره في المباريات، بل بتكليفات للاعبين بتغيير مركزهم في المباراه الواحده زي ما شفنا اللي حصل امبارح، واداء معلول وتغيير مركزه بعد الدفع بايمن اشرف كباك ليفت. حضرتك شايف اشكاليه التدوير ازاي والروتيشن اللي فايلر بيقول انها مهمه جدا؟ بس بص حضرتك، الكلام ده
يعني اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. هو المدير الفني وهو اللي اقدر بلعبته. انا مش هاجي دلوقتي اقول له تعالى خليك ثبت. طب ما هو التشكيل ثابت. ايه هو التشكيل اللي ثابت؟ اللي هو عناصرك الاساسيه حراسه المرمى. دلوقتي انت عملت ايه؟ بتعمل حاجه. ياسر ابراهيم بقى ثابت دلوقتي، بتضفت عليه رامي ربيع عشان نقلت محمود متولي في نص الملعب عشان تقفل مساحه. وكان قرار سليم. بس هو بس ممكن الكلام ده ايه؟ يجي لعيب يقول لك طب انا مش قادر اكمل، يعني انا عاوز العب في الحته الجزئيه، انا هجيد في الحته الجزئيه، لكن انت خلاص لم يعد لاعب ولاعب المكان الواحد. انت تحتاج لاعب اللي يلعب في اربع اماكن يا جماعه، يعني مثلا احمد فتحي. بسم الله ما شاء الله عليه يعني. تلعبه باك رايت هيلعب، تلعبه مساك هيلعب، تلعبه نص ملعب هيلعب، تلعبه باك ليفت هيلعب. ده بيحل مشاكل لمين؟ للمدير الفني ولاداء فرقته انه لاعب تجده موجود في الكلام ده. لما تيجي لاعب تكتشف ان قدراته لا تقف الا على مركز واحد. انت بتجد ممكن يبقى عندك راس حربه وتلاقيه بيرجع ورا في الكرات الضربات الثابته وبتاع، بيستخدم ايه؟ يعني ايه؟ يعني طوله او ارتفاعاته يأدي دور المدافع، طريقته كمدافع ان هو يساعد فرقته. ما هو ده ما خلاص يعني مش عاوزين ايه نرجع تاني يا جماعه الكره الشامله، الكره الشامله انه اللعيب كمان يبقى شامل. ما هو ده انه يجيد يعني اللاعب موافق على الكلام هو ده. هو وجهه نظره صح. طب هل هتقدر تكمل يا جماعه ما بين بطوله افريقيا وبتلعب في الدوري كل يوم كل ثلاث ايام مباراه دلوقتي وانت بتجاري وعاوزين نخلص الدوري بدري عشان طوكيو وعشان تصفيات امم افريقيه والمنتخب؟ ما هو يعني ده برضو ارهاق. هنا بقى ايه؟ طب لو احتفظ بالتشكيل الاساسي يبقى في صالح مين؟ ده مش في صالح حد. ده انا وجهه نظري، ممكن احنا لسه بنتكلم قبل الهوا، قلت هل ممكن فايلر انه يبحث يدور على راس حربه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي يدوره ويديله فرصه في المباريات اللي جايه في الدوري؟ هل ممكن تدور على مدافع انت عايزه تديله خبرات وتلعبه في مباريات الدوري؟ هل ممكن تدور حد في نص الملعب تدي يعني ينتهي بك الموسم انك تصنع وانت محق تصنع نجمه وتبحث عنه وتفتش عنه؟ خلي بالك ده من الحاجات المهمه جدا هتتحسب ليه ويشار ليه تقال انه عمل كذا، وده لا يبد ان يوضع في الحسبان، ولازم يكون في اصرار انك انت بتبحث عن لاعب يديك اضافه من ابناء الاهلي. اذا كان هل ده ممكن ولا لا؟ وده امر مهم. ما انا بكلم حضرتك صناعه النجم بس هل ده بيتماشى مع ان سياسه الاهلي في الفتره اللي فاتت كانت حريصه على اعاده هيكله الفريق وخروج بعض اللاعبين الشباب اللي خدوا فرص الفتره اللي فاتت على سبيل الاعاره لحد ما تتم صقل خبراتهم؟ ما انا بكلمك شفت الاعتماد اكتر على المحترفين. احنا اتكلمنا في النقطه دي، كان في لعيبه المفروض تستمر. يعني مثلا عدم اعارتها كان في في وقت مباريات الدوري الجايه دي والكل ثلاث ايام، وانك انت عاوز تريح اللعيبه الكبار عشان يعني ايه بعدين يبداوا يدخلوا تدريجيا، بس بعد مباراه او اثنين الارهاق يبقى الوضع مختلف بالنسبه لك، لانك انت ايه هتدخل كل ثلاث مباريات هتلعب يوم الاربع، غريبه جدا انت وصل لسه هتوصل بكره هتلعب يوم الاربع مع سموحه ويوم السبت تلعب مع انبي ومش عارف بعديها تلعب. يعني عاوز اقول لك ايه؟ ماشي اوكي، لكن انا بقول لك ايه فرصه، يعني انا شايفها فرصه، واعتقد ممكن تبقى تفكير يتحط انك انت لو طلعت بناشئ واحد في السنه اضافه ليك في اي مركز بتحس انه ممكن يعمل لك دفعه، يعني يبقى بديل يبقى قوه، ممكن تبقى عندك مفاجاه. فده انا بقول لك ايه، مساله التدوير دي بيحكم فيها الراجل المدير الفني، لان هو المسؤول. لو حصل التدوير ده وعمل معاه نتائج مش كويسه ما كانش هو اعتقد هيفكر انه يستمر فيه. لكن طب هتسيب المجموعه اللي عندك مثلا انك انت هتلعب ب 14 لعيب اللي هم 11 وثلاثه هيتبدلوا؟ طيب جه حصلت ظروف الاصابات، واعتقد الكل فاكر مرحله الاصابات المره اللي كان عنده عدد كبير جدا 7 و8 وفي اصابات لعيبه لما ترجع يبقى لما يعني هتبقى اضافه قويه هتبقى انت يعني لسه مستنيين رجوع ان شاء الله رمضان صبحي حمدي فتحي قوه ضربه للفريق منتظر رجوعها. مش عاوزين يعني هنقول اسماء وابرزهم حمدي فتحي على الاقل، ده يديك يعني باور في محمد محمود رمضان صبحي. ما انا عاوز اقول لك ان الكلام ده كله بيديك، لكن سيب المدير الفني يشتغل طالما يعني عاوز نخرج من دايره الفلسفه وانه كلنا احنا عارفين بكل حاجه نسيبه نشتغل لما يحصل لما يحدث او حدث خطا يبقى الناس تنتقد. لكن طالما الامور ماشيه طالما الامور ماشيه الاهداف المطلوبه يتم الانتقاد بالصوره اللي ما تصلش انك انا عاوز ايه جلد الذات وخلاص. دي كوره يعني رياضه يعني المفروض فيها وعليها وداخلها حاجات وتوفيق وعدم توفيق واصرار وجهد والتزام وعمل وخلاص وربنا هو اللي بيكافئ في الاخر. زائد انه كمان تصريحات الجهاز الفني اللي بيتكلم عنها اكيد بتعكس مناقشاته طول الوقت او في الكواليس المناقشات بينه وبين فايلر وبين مدير الكوره الكابتن سيد عبد الحفيظ وريني فايلر المدير الفني وديفيد سيزر المدرب العام، ان سيزر بيقول ان ده اصبح ميزه
عن يتفرد بيها الاهلي عن باقي المنافسين سواء على المستوى المحلي او الافريقي. فكره ان عنده فرايتي، عنده تنوع في قدرات اللاعبين، عنده عدد من اللاعبين اللي يقدروا يؤدوا الكره الشامله، ان انا اقدر اغير مراكزهم في المباراه الواحده زي ما حصل مع محمود متولي ومع علي معلول في بعض اوقات مباراه الامس، والبدايه بمتولي كهاف ديفندر. قال دي ميزه لينا ان انا احافظ على بالانس لياقه اللاعبين واعمل مفاجات للمنافس. يا استاذ محمد، عارف اهم حاجه في الحدود دي كلها انه كنا ال11 لاعب واقفين على رجليهم في الملعب، اللي هو الاداء البدني، انه انت بدنيا واقف ومالك نفسك وقدراتك انك تلعب على مدار ال90 دقيقه بلا اواده. ده الشيء المهم والاخطر في الحدوته. اذا لم تمتلك لياقه بدنيه عاليه جدا وصفاء ذهني وتركيز شديد، مش هتعرف تؤدي وتبدع وتقدم. مساله بقى يبدل يغير، يا جماعه ما تبصوا على التبديل اللي هو ايه. طيب التبديل، احنا قبل كده اتكلمنا وقلنا انه المفروض يعني المدافعين اللي في اتنين مساكين المفروض يبقوا ثابتين عشان يحفظوا بعض. هو معاك بيجي مره يدي ياسر ابراهيم وادى محمود متولي وعملوا ماتش كويس جدا. طبعا صح، وانا صح عملوا ماتش، اعتمد امبارح على متولي وقال اجاد جدا زهاب في مركز الافضل. ماتش ذهاب عملوا اتنين. طيب مين قال لك انه هو لما نقل متولي وداه نص الملعب ما كانش له دور؟ طب بص، وكان وقفته فين في الملعب كده؟ شوف نص الملعب كان فين، هتلاقيها دايما ورا. بالعكس، ده كمان كان تمرياته متقنه جدا. ما انا بكلمك اهو، ما انا بكلمك كان دايما ورا قافل في كرات كده يعني اتحط وتوجد في مكانها، وكان ليه شغل يعني. عاوز اقول ايه، برضه في نفس المكان انت عندك ثبات، اليو ديانج وعمرو السليه عاملين شغل، عندك الطرفين دلوقتي ثابتين. ما هو التغيير بيبقى فين؟ فين التغيير؟ يعني مثلا ظروف المباراه، انا عاوز جيرالدو عشان سرعته، عاوز اليو بادجي عشان اشوفه يعني يعمل برضه يهز برضه الدفاع اللي قدام، عاوز جاي عامل ضغط الناحيه اليمين اللي هي الشمال بتاع صن داونز، كان واقف وبيتحرك بروح هنا وهنا. فيعني اعتقد ايه، مش عاوزين نشغل نفسنا بحاجات، لا بالعكس الجو والمرحله الجايه دي بامانه شديده عايزه دعم كبير للفريق. وعايز اقول ايه، بلاش ايه نذهب يعني روح لجزئيه من الفريق القوي والوداد والاقوى والرجاء والاقوى. يا جماعه انت ركز في فرقتك، ركز في فرقتك، خصوصا ان حضرتك قلت دلوقتي احنا في اتجاه صعودي، يعني في اتجاه ان كيرف الاداء بيزيد من مباراه لاخرى، وان احنا قدمنا خارج ملعبنا افضل مباراه في كل مبارياتنا خارج ملعبنا. في تحصل مفاجاه تاريخيه ويتاهل الاهلي والزمالك مباراة نهائيه، وتبقى لاول مره اول مره الاهلي والزمالك يلعبوا مباراه نهائيه، وبالنظام الجديد اللي هي مباراه فاصله. عاوزين نخرج يعني عاوز اقول للجمهور واقول لبعض المتعصبين اللي ما بيشوفوش غير نفسيهم، يبصوا على كلمات فايلر في المؤتمر الصحفي لما قال بلدي مصر تاهل منها فريقين، الاهلي والزمالك. ها الاهلي والزمالك دي كلمه برضو تخلي، حتى لو انت قعدت تقول ده مدرب اصل مدرب مش عارف ايه ومش سهل، حتى برضو ذوقيا كان ممكن ما يذكرش الكلام ده، يقول تاهل فريقي. لكن اتكلم على انه عاوزين، اقول يا جماعه ان احنا عاوزين نخرج، نخلي الرياضه في الرياضه، المنافسه والصراع يبقى داخل المستطيل الاخضر، خارج المستطيل الاخضر ننسى، لانه ده ابن عم ده وده اخو ده، يعني يعني عاوز اقول الحياه مش مستاهله ان احنا يعني. شوف حضرتك قلت انه بمفاهيم الرياضه، اول هدف لينا ان شاء الله يفرح انه فرقتين من مصر يصلوا مع فرقتين من المغرب للسيمي فاينل. ولما ان شاء الله ربنا يعني ان شاء الله باذن الله تعالى لما يصل الاهلي والزمالك للنهائي كله يسكت ما يتكلمش، ويبص ان كل واحد يشجع فرقته، ويبص يعني وهي هيبقى نهائي وسعيدنا نهائي افريقي يعني، ازاي هو يجود للتشجيع وازاي هو يتمنى ويدعو ان فريقه يبقى البطل. عاوزين نخرج من الدايره وما نسمعش الناس اللي بتحاول تزرع الفتنه، والناس اللي بتحاول تدور على دور عشان تكسب الجمهور وتلعب على غريزه الفتنه والتعصب وتقول كلام ملوش منطق. يعني هنا حضرتك بتقول ان اول امنيه لك هي فوز الاهلي بالبطوله، تاني امنيه هي ان يكون النهائي بين الاهلي والزمالك في الفاينل، وفريقين بطلين المصري اولا اجمل نهائي. بص حضرتك طبيعي، ده المنطقي يعني. ده حضرتك هيبقى يعني استعاده امل لكره القدم المصريه انه يصل الاهلي والزمالك للمباراه النهائيه. طيب لانه هيدي دفعه اولا للمنتخب، هيدي دفعه لسمعه الكره انها استردت بسرعه بعد اللي حصل في كاس الامم الافريقيه هنا في القاهره 2019، هيرجع لك ثقتك، هيرجع لك انك انت خلاص حطيت نفسك على الخط، هيخليك تروح كاس الامم الافريقيه ان شاء الله باذن الله يتاهل، هيخليك يبقى طموحك عالي في تصفيات كاس العالم 2022. في حاجات كتير هتتغير، في حاجات كتيره مفاهيم هتتغير، في كتير من الناس ده بيعيد الثقه للكره المصريه. طبعا كلها. فانا عاوز اقول لك لما يوصل فرقتين كبار ويبقى فرقتين الاهلي والزمالك في المباراه النهائيه
ونتفرج ونشوف مين اللي هيكسب ومين اللي يستحق ومين الجهد ومين اللي عاوزين يعني عاوز اقول ايه. وفي الاخر اللعيبه مع بعض خارج الملعب تلاقيهم حبايب لانه هيلعبوا مع المنتخب ومفيش حد يعني عاوز اقول لك ايه. المتعصبين واللي بيزايدوا على الامور واللي بيدوروا على مكسب رخيص ملوش قيمه في اثاره الفتن واللعب على حاجات المفروض احنا اكبر من كده يمتنعوا. لا يمتنعوا يعني بعد يعني بعد التاهل السيمي فاينل ده يعني الكل يمتنع الكل يمتنع ونتفرج ونشوف مباراتين في الدور قبل النهائي ما بين الكره المصريه والكره المغربيه, المغربية بكل الروح الرياضيه والاحترام والعلاقات اللي بيننا نستمتع نشوف اللي هيجتهد واللي هيلعب واللي هيكون منظم واللي عنده فكر واللي يهتم بالتفاصيل الصغيره واللي عنده رؤيه واللي عنده هدف واللي عارف قيمه فريقه كل ده هيبقى موجود موجود حاضر في 90 دقيقه مش خارج 90 في الكلام. لا كلامك اشوفك فعلك اشوفك في الملعب غير كده مش هشوف. طيب يبقى هنا حضرتك بتقول مطلوب دعم الجماهير للاهلي في الفتره الجايه ان احنا ماشيين بخطوات جيده. حضرتك بتقول انه ادار بامتياز هذه المباراه ريني فايلر في جنوب افريقيا او على ملعب لوكاس موريبي. الامر الثاني حضرتك قلت عايز اتوقف شويه وارجع لنقطه ان دي كانت جوله حراس المرمى وان الشناوي كان له دور في توقيت مناسب جدا في تاهل الاهلي وصعوده. وقبل ما نقول الكلمه دي انا عاوز اقول حاجه. هل ينفع ان احنا نقفل استاد القاهره في نص أربعة قبل حدث زي ده؟ يعني بأمانة أناشد المسؤولين هل من المنطق عندنا مباراتين في غاية الصعوبة مواجهتين صعبتين وعندنا طموح نحن نروح يعني نرجع للكورة المصرية روحها أقفل استاد القاهرة اللي هو كان وش الخير؟ استاد القاهرة ده وش الخير على الكرة المصرية يا جماعة. استاد القاهرة طبعا. يعني الأهلي 2-0 الزمالك 3-1 شوف حضور الجمهور كان عامل رد فعل إزاي. شوف الجمهور راح والتزم. يعني ليه الاستعجال؟ اذا كان المنتخب هيلعب يوم 26 مباراته مع توجو وبعد كده يوم في نص اربعه تقول لي هقفل ليه؟ افقد منتخبي ميزه من اهم المميزات. انا بقول لحد بقى اناشد المسؤولين يعني انتظار وتاجيل اي صيانه اي اصلاحات اي كلام ده هذا في صالح الكره المصريه وليس في صالح فريق بعينه. من الصالح ان استاذ القاهره هو اللي يبقى موجود ويبقى هو يستضيف المباراتين دول ان شاء الله عشان نقول يا جماعه انه الاهلي والزمالك في الفاينل بإذن. يعني هنا حضرتك بتقول للمسؤولين او بتناشدهم بتقول ان اداء او خوض المباراتين امام منتخب توجو يومي 26 و29 على ارض استاد القاهره امر مختلف تماما او في صالح الكره المصريه بفارق كبير عن اي استاد اخر. مباراتين الاهلي والزمالك اللي هيقاموا في يوم 10 او 9 او 10 مايو مباراتين العوده مهمين جدا ومش هيفرق كتير قوي بدل ما الاستاد يبقى 15/4 يبقى 11/4 يبقى 11/5 يعني بدل ما هتقفله في نص 4 حسب تصريحات اللي هو علي درويش بقول له الست وبقول للمسؤولين يا جماعه والسيد وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي لو سمحت يعني ازاي واين هيلعب الاهلي والزمالك مواجهه جولتي العوده في الوداد والرجاء هيلعبون فين؟ مع كامل احترام يعني مباراتين مهمتين ندي فرصة يعني يا جماعة لما نلعب الفاينل في أول بطولة بشكلها جديد يبقى مواجهة مصرية حدث كبير جدا حدث مهم لصالح الرياضة المصرية في حد ذاته والكرة القدم كمان هترد على حاجات كتير وهتديك فرصة فيجب أن تدعموا كل الأجهزة وتشتغل على الهدف ولابد من وقفة مش عملية مش محتاجة يعني إن احنا نسكت لا محتاجة تحرك ومحتاجة إنه ليه دلوقتي ليه في ناس متفائلة بالسيد الخير والسيد الخير فعلا ريحه حلو يعني عاوزين نقول يعني شفت البطولات الافريقيه مع المنتخب مع الاهلي والزمالك ولدت في استاد القاهره في حضور الجماهير. الجزئيه اللي حضرتك احنا اتكلمنا فيها قلنا عن بطل المرحله في دور الثمانيه بطل المرحله هو حراس المرمى. انا بسميها لم يعد حارس المرمى هو نصف الفريق بل الفريق كله. حارس المرمى من وجهه نظري الان هو الفريق كله. وحارس المرمى هو مش عاوز اقول هو اللي بيتحمل اخطاء يعني الفريق لا ده هو يعني بيشيل كل الليله ولو لاحظنا وشفنا تصديات الرائعه لمحمد الشناوي في مباراه سان داونز سواء هنا في القاهره او سواء في المباراه في اول 10 دقائق في كورتين على الاقل بهدفين يعني الكورتين بهدفين وتخيل بقى معيش معايا لو كنا هدفين جه منهم كوره هدف في اول 10 دقائق كان الوضع هيبقى عامل ايه؟ في تسديده في الشوط الثاني في مخادعه باكثر من رائع تصدى لها بيبدا يعني اقف على اللقطات دي واتفرج عليها وعدها. ايضا تصدي ابو جبل في الدقيقه 70 في مباراه الزمالك في كوره قاتله من حمد الهوني. انيس ازنيتي اللي هو حارس الرجاء ضربه جزاء وتصدي لاكثر من انفراد. ايضا احمد رضا حارس مرمى الوداد في مباراه امبارح. فاللي انا عاوز اقول بطل المرحله هم اربع حراس المرمى للاربع فرق اللي تاهلوا. يعني المتأهلين لعبت حراسة المرمى
دور كبير جدا. انت عندك مستوى الشناوي تطور بصوره كبيره جدا في يعني الموسم الحالي. يعني حاجات كتير زادت عنه، يعني ثقه بالنفس، كان في بعض الحاجات برضو الامور يعني التوازن، الانضباط، الخروج، في بعض ممكن الهفوات بتحصل، لكن ايه، في مستوى، في تطور. ده شيء كويس جدا انك انت يبقى عندك حارس مرمى كبير، وحارس المرمى يعني اصبح تواجده مهم جدا، لانه في اوقات مهمه جدا ممكن الفريق يبقى مش في حالته، لكن حارس المرمى في حالته فيتصدى. وبنشوف الكلام ده في متابعتنا للدوريات. التحكيم احنا قلنا مرحلته زي ما احنا اتكلمنا عنها، انه برضه حتى التحكيم كان غريب برضه في دور الثمانيه، فاعتقد انه التحكيم حضرتك بتقول كان غريب لانه كان افضل من الجولات اللي فاتت، كان مفاجاه، كان الاخطاء قليله جدا، وكان في حاله من التركيز. يعني عاوز اقول لك ايه، انه حراس المرمى هم ابطال مرحله دور الثمانيه، وننتظر من سيكون ابطال السيمي فاينال من الفرق الاربعه المتاهله. واعتقد يعني كلام كتير جدا هيكون استاذ محمد بعد السيمي فاينال، يعني لانه احنا كمان في حدوته كمان عاوز اقول لحضرتك عليها، انه المحترفين هم ابطال المشهد، يعني في الفرقتين المصريتين الاهلي والزمالك. يعني لما تيجي تقول هنا تقول علي معلول وتضيف معاه جايه، هتروح في الزمالك هتقول بن شرقي وساسي او نجم يعني ده هيخلينا نطرح سؤال، اين نجوم الكره المصريه؟ اين لاعبتنا في المرحله دي؟ وده كلام احنا اتكلمنا فيه قبل كده. يعني محتاجين شغل، محتاجين جهد، محتاجين كلام كتير يتقال في. طب اذا اتكلمنا عن ده على مستوى حراسه المرمى، حضرتك اشدت بيها بمستوى الشناوي وتالق الحراس، قلت كل الفرق اللي تاهلت بما فيها الزمالك، ابو جبل، وفريقي الرجاء والوداد من المغرب، هل حضرتك شايف انه قرار عدم الاستعانه او الدفع بحراس مرمى او التعاقد مع حراس مرمى اجانب في الدوري المصري بدا ياتي بثماره وبدا يبقى له تاثير على ده؟ كان اكبر خطا. لو تفتكر المرحله دي كان في تراجع، كان اكبر خطا انه الدفع بحراس اجانب او السماح بحراس خلاص اجانب. اصل في حاجات اساسيه ما ينفعش ان انا اجيب فيها اجانب. اذا كان انا جبت اجانب، شوف انت دلوقتي بتدور على راس حربه في الدوري المصري، يعني انت بتدور على حراس حربه للمنتخب المصري. خلاص انت لما جبت مثلا مدافعين مثلا اجانب، بتقول دلوقتي مين عندي الباك ليفت مثلا؟ يعني علي معلول بالنسبه للاهلي بقى روح الاهلي في المنطقه دي، يعني لعيب كبير جدا، لعيب يعني هجومي بالدرجه الاولى، لعيب بيحل لك مشاكل في عمل كبير، يعني لعيب هايل، تطور مستواه بصوره كبيره جدا. لما تيجي تبص على اجاين شغل اللي بيعمله، ما ده الكلام ده برضه اهو، يعني انت هتبص على كمان تجيب اديك انت في نص الملعب مثلا، يعني من الاضافات القويه جدا للاهلي كان اختيار حمدي فتحي. وحمدي فتحي يعني ربنا ان شاء الله يرجعه بالسلامه، كان من اللعيبه اللي امتاز، لعيب نص ملعب، مدافع رائع، صانع لعب رائع، هداف، ثلاث حاجات في نص ملعب، في لعيب نص ملعب ده كتيره جدا، يعني انت لقيت. ولكن يعني سبحان الله، يعني كل شيء نصيب، يعني اصابه برضو ان شاء الله يرجع بقوه في الفتره، لعيب برضو كله بينتظر انه يرجع رغم انه لسه ما حطش رجله في الاهلي، لكن نصيب سبحان الله الاصابه المتكرره. ماشي معاك السوليه، مستواه تطور بشكل بعد. لسه من وجهه نظري انه الشحات وقفشه محتاجين يشتغلوا على نفسهم اكتر من كده، محتاجين تركيز اكتر من كده، محتاجين. طب خلينا نتكلم شويه عن كل اسم بشكل منفرد. قفشة قدم مستويات عالية جدا في عدد من المباريات، وبعض المباريات حضرتك بتقول لسه شايفين عنده أفضل من كده. في الجمهور كان شايف إنه قدر يملى المنطقة دي ودور البلاي ميكر، لأنه حتى بيعتمد في الحالة دي على أجاي أحيانا كراس حربة أو إنه بيلعب ناحية الشمال. فقفشة أثبت قدراته في مباريات كتيرة جدا وملى الفراغ ده، لكن حضرتك بتقول إن لسه أنا شايف إن عنده أكتر من كده أو أفضل أكتر من كده. بدليل بعد اعتزال أبو تريكة في الأهلي، فرقة الأهلي انتظرت مردود من عبد الله السعيد. لو تفتكر عبد الله السعيد ما اداش المردود في بعد الاعتزال بتاع ابو تريكه، خد وقت شويه طبعا، على الاقل سنه او الثانيه، واختلف الوضع بالنسبه له عندما تحول ان هو نجم الفريق، ان طريقه اللعب كلها كانت متحركه على اداء عبد الله في الملعب وتدوير الكوره. الاهلي من الفرق اللي وصل بيها مرحله تدوير الكوره كان بيتم بصوره سريعه جدا، واستردادها من المنافس كان بقوه ما تستغرقش دقيقه او دقيقه ونص على الاقصى، يعني المنافس بياخد الكره بالاهلي بيعرف يستردها منه وياخدها، وعمليه التدوير والنقل السريع. انت قفشه طبعا لسه الوضع بالنسبه له اول سيزون، فاعتقد انا بقول لك محتاج شغل، ان هو محتاج يذاكر نفسه كويس،
يدور يتفرج ويشوف ويجتهد في الملعب اكتر وفي التدريب اكتر، ويعرف يعني يعرف قيمته ان هو بيمثل الهلال، وانه انك انت عندك اللي تقدر تشيل الفرقه في الوقت ده. عندك عنده القدرات، عنده القدرات، عنده المباخته، عنده جت الكرات الثابته محتاج يتدرب عليها كتير، عنده تسديد من الخارج رجليه حلوه جدا بس محتاج شغل، محتاج يعني مساعد. يعني عايز اقول لك ايه، هو مؤهل للكلام ده، والمدير الفني شايف، واعتقد ان هو بيعتمد عليه كتير جدا. لا يعني محتاج، يعني هو بقاله دور، خاصه كمان خلاص تلعب مباراه السيمي فاينل مع الوداد، فرقه كوره، فرقه كوره يعني هتلعب كوره، ويبقى مواجهه محتاجه قوه بدنيه عاليه جدا والتزام وانضباط وعدم فقدان الكوره الا بصعوبه والالتحامات. وهنا كمان دور البلاي ميكر بيبقى مهم قوي، مظبوط، المباراه الثنائيه والالتحامات والكرات المشتركه كلها دي عوامل، والتفصيلات الصغيره في المباراه هيبقى لها حاجات كثيره جدا مهمه جدا في حسم البطل والوصول. طب عشان ننتقل لحسين الشحات اخيرا، عشان النقطه واضحه بس بالنسبه للساده المشاهدين اسمعوا حضرتك دلوقتي، حضرتك بتقول بتتمنى ان قفشه يوصل لافضل مستوياته وانه يبقى ثابت على التوب فورم بتاعته عدد كبير من الماتشات، دي تعمل فرق مع الاهلي في الملعب؟ لا طبعا طبعا تعمل تعمل. حسين الشحات يعني ده كان قفشه، ده كان اخر سؤال قفشه، ده قفشه. ما انا بقول لك انه لو ما عندوش قدرات هقول لك كلام مختلف، لكن اللعيب عنده القدرات، محتاج يعني ايه، محتاج يعني اعتقد مش يعني شغل اضافي، هو من نفسه يعني انت ايه تشتغل على نفسك بدنيا يعني تستطيع يعني ايه. انا نفسي هو يكمل المباراه للاخر، يتشاف يتساب يكمل المباراه للاخر يعني، لكن هو برضو المدير الفني هو صاحب القرار وهو اللي شاف الملعب. احنا ممكن تبقى وجهه نظرنا مش صحيح، لكن ايه انت كلاعب يعني في مباراه سان داونز في القاهره اتحرك كتير وسدد كتير وعمل وبذل جهد كبير، يعني عمل شغل، لكن بان عليه الارهاق في بان عليه الارهاق من كميه الجري، والتانيين خفاف كانوا اخف منك يعني ايه، لو كرتهم سريعه في لعب البصر انت اكيد لاحظت في اول برضو كام كوره كده من خط الدفاع، كام كوره عكسيه اتعملت. انت قفشه من اللعيبه اللي ممكن يديك الميزه دي، واحنا قلنا الكلام ده، قلت لك كان نمره 10 عندهم اللي هو الرجواني ده، جاستن ده كان ايه، قول قفشه زي لان مجدي قفشه حركته خفيفه كلاعب، وفي نفس الوقت دريبلر كويس، هو عنده المراوغه والمهاره، قفشه انه كمان يعمل لك حاجات تانية. طيب حسين الشحات، الشحات يعني الناس بص عليه انه المفروض الاداء يكون افضل من كده يعني. الناس زعلت ممكن امبارح من اكتر يعني، ممكن في فرصه كان ممكن برضه يريح الفريق، كوره يعني شبه انفراد، لكن هو فكر تفكيرين، يسدد واحده سددها هو منفرد شبه منفرد، وده سددها بغرابه شديده جدا، والثانيه كان المفروض رايح فكر تفكير رجع يعني. عاوز اقول لك ايه برضه، اللعيب في المواقف غير برضه ايده في الميد، لكن انا عاوز اقول ايه، حسين الشحات عنده الامكانيات انه يبقى احسن كده يعني، عندك الامكانيات انت نازل تغيير تبديل المفروض تبقى اضافه للفريق، نازل عندك مهمه وعندك هدف، انت لازم تدافع عن نفسك عشان اللي انت تعرضت له واللي بتتعرض له والمقارنات ما بين الصفقه وقيمتها والكلام ده كله، لابد يكون ردك فين، مش انك انت تطلع تتكلم. لا ده انا اقول لحضرتك حاجه، ده هو كمان نزل كان اكتف، وصل للمرمى كتير، قدر يعمل اختراقات، قدر يعني هو مع جاي مع حرب الهجوم في اللحظه دي، يعني كان في فرص كتيره جدا، بس هي اللمسه الاخيره اخلص تيجي الهدف. تيجي من فين بقى يا استاذ محمد امس الاخيره؟ من التركيز. خلاص لازم تبقى عندك قرار. الفرق بينك وبين اي لاعب يعني نجم كبير جدا اللي هو ايه؟ بينك وبين اي حد القرار، في واحد بياخد القرار حتى لو كان خد القرار ده وطلع خطا، لكن هو خد قراره، هو من وجهه نظره شايف الكوره اهي قدامه خد قراره، هو شات الكوره. او هو فكر انه هو يرجع، ده ما يبقاش قرار، انت رايح خلص نفسك ممكن تاخد ضربه جزاء، لكن عاوز اقول لك ايه؟ عنده قدرات، عنده قدرات، يبقى احسن من كده، يبقى احسن من كده بكتير جدا. مش عاوزين نقارن ونقول بركات يا ريت توصل يعني لا اصل بركات بنتكلم عن حاله بركات يعني حاله يعني لعيب من اللاعبين اللي عندهم كل حاجه في الكوره، بيقدر يدافع ويهاجم ويجيب اجوان ويراوغ ويعدي والسرعات ما شاء الله، اللعيب اللي كان سوبر متكامل. عندك ريحه من ريحه بركات عندك تستطيع تقدر تعملها، عندك الخفه وعندك السرعه، عاوز بقى تزود نفسك ده الكلام ده، يبقى انت ايه شغلك انت مع نفسك، انك انت حاسس عاوز تبقى نفسك تضيف تويل للجمهور وتقول للناس ان انا استحق ان انا ابقى هنا، لانه الاهلي يستحق منك. حاجتين حضرتك قلتهم في الحلقات اللي فاتت او في حواراتنا اللي فاتت بفتكرهم دلوقتي في الموقف ده وبعد الفرص اللي ضاعت في مباراه الامس. حضرتك قلت الادوار اللي جايه قبل مباراتي سان داونز، قلت الادوار اللي جايه مباراه الربع فرصه،
مش عايزين فرص تضيع خالص، لان احيانا فرصه واحده تستغل جيدا بتوصل فريق وتخرج فريق. 2017 وفي نفس الوقت حضرتك قلت تسديد الفرق الكبيره بيبقى التسديد، المساحات النهارده اللي الاهلي بيقدر يخلقها في الملعب بتحركات اللاعبين وبخطط فايلر بتبقى مساحات كبيره قوي، فيها اختراقات كبيره لدفاع المنافس. امبارح كان ممكن تترجم لثلاث اربع اهداف في اخر ثلث ساعه. فالحاجات دي بتحسم في الادوار الاقصائيه. يعني ممكن في مباراه تي الوداد لو استغلينا ده بتسديدات متقنه ممكن تنهي المباراه حتى هناك في المغرب. يا استاذ محمد انت خسرت 2017 بعد ما تعادلت هنا 1-1. تعادلت هنا 1-1 بعد ما ضيعت كام فرصه. انت تعرف انه الاهلي في اول نص ساعه في مباراه الوداد هنا مضيع من اكتر 5 اهداف محققه، 5 اهداف ومع هجمه وحيده من الكره اللي عملها ونجم لبن شرقي واللي قدر يعني ضحك فيها على دفاع الاهلي وجابها بدماغه. خلاص انت كان ممكن تحسب الماتش هنا وتروح الرجاء تروح الوداد وانت فايز 3-1 4-1 غير الاهداف. لا يعني ايه انت هنا ما انجزتش. يعني هو حسم تأهله من برج العرب في 2017، يبقى انت سعادتك تحسم تأهلك للمباراة النهائية من مركب مولاي محمد الخامس. الاهلي مش اهلي، لا الاهلي كبير جدا ولعبت الاهلي لازم يعرفوا كده، لازم تعرف كده انك تحسم التأهل من هناك، انك تقدم مباراة كبيرة، مباراة العمر بالنسبة لك تأهل، هتنتظر ايه تاني؟ تنتظر ايه؟ فعاوز اقول لاي لاعب يتم يعني انتقاده وألما الانتقاد بناء وهادف مش النيل منك، انك انت تتقبل الانتقاد وتشوف انت المفروض تطور نفسك، لانه الجمهور عايزك والمتابع او اللي بيشوفك او المراقب اللي بيشوفك بينتقدك لصالح الفريق، انه لا ينال من عزيمتك، بالعكس انت لازم يبقى ردك في الملعب، يبقى تركيزك في الملعب، عدم الكلام افضل، تتفرج على المباراه مره وثانيه وتشوف فرص انت ضيعتها ليه. مش تاخد الموضوع ببساطه عشان ما اكررش اي خطا في اي مباراه، عشان ما اكررش خطا اشوف انا محتاج ايه وازوده. ما هو ده في لعيبه بتزود نفسها، في ناس بتقول ان ده شغل جهاز فني. ما شغل جهاز فني، انا مش بتكلم، وشغل اللاعب نفسه. ما هو اللاعب نفسه ممكن يطلب ان انا كذا، ما انت كلاعب محترف عاوز نفسك تزود، عاوز قعدت تتمرن يعني عملت لك كل يوم 200 كوره ولا 100 كوره ثابته عشان تعرف تجيب، او قعدت تشوط وما ده الكلام ده بيبقى موجود. انت كلاعب يعني حضرتك بتقول الميزتين دول في الاداء لازم يبقوا موجودين في المباريات اللي جايه ان شاء الله، استغلال اي فرصه والتسديدات المتقنه على المرمى. انت ما انا بقول لك ايه، هو ما انا بقول لك ايه، المباريات القادمه مباراتي الدور قبل النهائي ستحسمهم تفاصيل صغيره. خلاص الفرق الاربعه مكشوفين بالنسبه لبعض وكل واحد عارف التاني قدرات الفريق اللي امتلك حلول، الفريق اللي بيعرف يستفيد من انصاف الفرص، ها الفريق اللي بيمتلك دفاع جيد. صحيح، دي شروط الفوز باللقب. لم يعد ما يعد هناك وقت ولا صبر لاستحمال اخطاء اخرى، فالعمل والجهد المتوازن والتركيز والهدف الاساسي انك تصل لمباراه نهائيه. خلاص لم يعد هناك شيء يخيفك، خلاص انت تخطيت المراحل وازحت فريق تلو الاخر، عندك مباراة مهمة جدا مع فريق شقيق، مباراة كرة قدم في المستطيل الأخضر. تستطيع إزاي؟ ده بقى شغل المدير الفني، شغل لعيبة، شغل الناس داخلة وعارفة إن أنا هرجع بنتيجة كذا. لكن ما تروحش تلعب مباراة وتقول أصله اتغلبت 2-0 ولا 3-0 ولا 2-3-1 ولا هاجي أعوض في القاهرة. حضرتك عايز نتيجة إيجابية من هناك من المغرب إن شاء الله في المباراة الأولى، عايز أقول لك حاجة، بتتمنى الفوز هناك على ملعب المنافس ده يعني عندنا اللعيبة عاوزة كده لو كانوا موافقين، عندك لعيبة تقدر تعمل الكلام ده وعندك رجالة وعندك وحوش في الملعب. لازم هم عارفين كده خلاص، إذا كان رئيس النادي ما بيسيبش الفرقة في كل مكان وجمهور وأعضاء مجلس إدارة وكله بيساند، يعني إيه المطلوب تاني؟ المطلوب انك انت يعني ده واحنا خدنا خطوه للامام. حضرتك تعمل حاجه واحده بس يا زلمه، انك تعمل اللي عليك. التوفيق ده بتاع ربنا، يعني لا انا ولا انت ولا اي حد، ربنا شايف ومطلع انك انت بتجتهد وتخلص في التمرين وفي التركيز وفي المباراه وبتجتهد، المكافاه دي بتاعت ربنا. يعني ايه؟ انت تعمل اللي عليك
وسيب النتيجه دي مش بتاعتك انت، بس انت قد اللي عليك، قدم افضل ما عندك، قدم افضل ما لديك وسيب النتيجه ان شاء الله نشوف ده. وبعدين المؤشرات طبعا زي ما حضرتك قلت ايجابيه ان احنا بنتحسن، وحضرتك قارنت بمبارياتنا خارج ملعبنا من بدايه دوري رابطه الابطال هذا الموسم وحتى مباراتي سان داونز، قلت ان مباراتنا في بريتوريا هي افضل مبارياتنا في هذه النسخه من البطوله خارج ملعبنا، لانه تطور الفريق بشكل يعني افضل، وعايزين نعلى بالكيرف كمان في المباراه اللي جايه. انت يا بص تدور، حارس المرمى كان يقظ، الدفاع تجاوز، قدر يتجاوز الاخطاء اللي حصلت، خطأين، السرعه اللي حصلت في بدايه المباراه، كل الكلام ده، كل الحاجات دي محتاجه انك تتشاف تاني، لانك انت هتواجه الوداد عنده وكل شغله على الطرفين يمين وشمال. لو اتفرجت على الماتش امبارح كل الشغل على الطرفين يمين وشمال، سرعه جدا، فازاي انت هتوقف بقى فايدر بقى؟ ربنا يوفقه بقى. ان شاء الله نكون موفقين، وان شاء الله القادم افضل، ونأدي مباراه كمان يعني بعد الجولات اللي جايه في الدوري المصري، لانه زي ما قال الجهاز الفني ان احنا هنغلق هذا الملف مؤقتا، وعندنا ارتباطاتنا المحليه والدوري المصري اللي هنركز عليه في الفتره الجايه، جهازنا ولاعبينا ونجومنا، باذن الله يكون القادم افضل، وتكون كمان العوده للارتباطات الافريقيه ادائنا يكون فيها في افضل حالاته في المباراه القادمه على ملعب المنافس ان شاء الله في السيمي فاينل او قبل النهائي في المغرب امام الوداد المغربي بطل المغرب. ان شاء الله نقدر نتفوق على المنافس من الجوله الاولى وعلى ملعبه وسط جماهيره، مع احترامنا طبعا للطموح المشروع عند جميع المنافسين ولقدرات الفريق اللي هيواجهنا على ارضه بين جماهيره فريق الوداد المغربي. في النهايه بشكر حضرتك على وجودك معانا، وبنسعد باستضافتك والحوار معاك كل اسبوع يا استاذ محمود. شكرا جزيلا لك، اتمنى اكون ضيف خفيف عليك ان شاء الله. دايما طبعا بنسعد بيك يا استاذ محمود. بشكر الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في الاهرام الاستاذ محمود صبري، شكرا لحضراتكم والى اللقاء.